بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سبحانه وتعالى نستعين، وعلى الله نتوكل، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فنقرا الفاتحه الى روح الكريم صعدت الى رب الكريم. وتشرح شبورنا بمعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، على هذا القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود فرج القارئ المقيم بعزب التعيين. نسأل الله العلي القدير له التجلي والتوفيق، ولي لكم لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما قضى نحبه ومنهم صدق الله العظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما ما عاهدوا الله عليه
وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم الدنيا
وأسرح كل سراحا جميلا. يا صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء لصدورنا، واجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عشنا في رحابة ذي الصلاية القرآنية المباركة الذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود فرج القارئ والمقيم بعزب التعيين، وكان معكم وبتوفيق من عند الله اذاعات صوتية وانوار كهربائية وقدرة مخازن الفراشة الذي ركبت من ادارة مخازن اولاد ابو ثابت في سنادين. اياك تقبل الله عطاءكم وشكر